السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي الطلاب في درس جديد للصف الثاني ثانوي في مادة الفيزياء للفصل الدراسي الثاني، وموضوع درسنا لهذا اليوم عن التداخل. سنتعلم بإذن الله اليوم ونفسر تكون نمط تداخل بإسقاط الضوء على شقين. ما هو برأيك سبب ظهور هذه الألوان على القرص المدمج أو على هذه الفقاعة؟ هل للضوء أي دور في هذه الألوان؟ ماذا نسمي هذه الظاهرة؟ تعلمت أن الضوء يسلك سلوك الموجات أحياناً، إذ يمكن أن يحيد عندما يمر بحافة، تماماً كما تفعل موجات الماء والموجات الصوتية. وتعلمنا أيضاً أنه يمكننا تفسير ظاهرتي الانعكاس والتداخل بناءً على النموذج الموجي، وهذا ما جعل العلماء يعتقدون أن للضوء خصائص موجية، فهو كما تعلم يحيد ويتداخل. إذن الضوء يحدث له حيود ويحدث له أيضا تداخل. عندما تنظر إلى هذه الأجسام التي أضيئت بمصدر ضوء أبيض كما في الصورة، ترى ضوءا غير مترابط، والضوء غير المترابط هو ضوء ذو مقدمات ضوئية غير متزامنة. من أشهر أمثلتها أشعة المصباح. بإمكاننا أن نشبه الضوء غير المترابط بمطر يسقط على بركة. ستلاحظ أن القطرات لا تسقط دفعة واحدة، بل بشكل منفصل، وشيء يسبق شيء. حبات متقدمة تسقط أولاً، وحبات متأخرة تسقط لاحقاً. وبسبب أن موجات الضوء ذات تردد وسرعة كبيرة جدا، فإن الضوء غير المترابط لا يظهر متقطع أو غير مترابط. تلاحظ؟ من الصعوبة أن نعرف إذا كان هذا الضوء مترابط أو غير مترابط، لأنه ضوء سريع وتردده عال. نأخذ سؤال: الألوان الزاهية في ريش الطاووس هي نتيجة لتداخل الضوء، هل هذه العبارة صحيحة أم أنها عبارة خاطئة؟ لاحظ هذه الألوان الجميلة التي على الطاووس، هل هي نتيجة لتداخل الضوء؟ نعم، هذه الألوان تنتج نتيجة تداخل الضوء. إن نقيض الضوء غير المترابط هو الضوء المترابط، وهو ضوء ناتج عن تراكب ضوء مصدرين أو أكثر مشكلا مقدمات موجة منتظمة. كيف يمكن توليد ضوء مترابط؟ أولا، يمكن أن نولد الضوء المترابط من مصدر نقطي أو عدة مصادر نقطية متزامنة مثل أشعة الليزر، ويحدث تداخل الضوء نتيجة تراكب الموجات الصادرة من مصادر ضوئية مترابطة فقط. أثبت العالم توماس يونغ أنه عند استخدام ضوء أحاد اللون، وهو ضوء ذو طول موجي واحد، أن التداخل ينتج حزم بناءة وحزم مظلمة. نسمي الحزم البناءة بتراكب الضوء البناء، وهي كما تلاحظ تكون مضيئة، أما الأخرى فتكون تراكبا هداما، وهي المناطق المظلمة، وتنقص الإضاءة، إضاءة المناطق البناءة، كلما ابتعدنا عن مركز الهضب المضيء الرئيسي، كلما ابتعدنا عن النصف يقل الإضاءة. إذن ذكرنا أن الضوء أحاد اللون هو ضوء له طول موجي واحد ويعطيني بهذا لونا واحدا، ومن أمثلته وأشهر أمثلته أشعة الليزر.
إذن سؤال: تحدث ظاهرة التداخل نتيجة تراكب موجات ضوئية صادرة عن مصادر ضوئية مترابطة فقط. هل هذه العبارة صحيحة أم أنها عبارة خاطئة؟ ذكرنا أن ظاهرة التداخل نتيجة لتراكب موجات ضوئية صادرة عن مصادر ضوئية مترابطة فقط. إذن لتوليد ضوء مترابط من ضوء غير مترابط، يوضع شق ضيق أمام مصدر ضوئي أحادي اللون، ولأن هذا الشق ضيق جدا فسينفذ فقط الجزء المترابط من الضوء، ثم يحيد بواسطة هذا الشق فتتولد موجات اسطوانية، لاحظها بهذا الشكل. تصل الموجات للحاجز الثاني ذي الشقين وتكونان متفقتين في الطور، ثم ينتج الشقين في الحاجز الثاني موجات أيضا اسطوانية تتداخل بعد ذلك تداخلا بناء أو تداخلا هداما اعتمادا على الطور بينهما. إذن يحدث التداخل بعد أن تنفذ موجات الضوء من الشق الثنائي والحاجز الثاني وتتداخل لتعطيني مناطق مضيئة ومناطق مظلمة. نقول أن المناطق المضيئة هي مناطق تداخل بناء، بينما المناطق المظلمة هي مناطق تداخل هدام. خلينا نشوف ونتعرف على التداخل البناء والهدام عندما يكونان متفقين في الطور أو هناك اختلاف في الطور. تلاحظ الصورة التي على اليسار، المصدر الأول والموجة الأولى متفقة مع الموجة الثانية في الطور، قمة مع قمة وقاع مع قاع. إذن عندما تتراكب هاتين الموجتين ينتج تداخل بناء تزيد فيه الموجة ويزيد فيه الضوء. لاحظ هذا الضوء الذي يأتي من الشق الأول وهذا الضوء الذي يأتي من الشق الثاني، تلاحظ أنهما متفقان في الطور. أما الموجة الأخرى فكما تلاحظ، هذه الموجة الأولى وهذه الموجة الثانية، فقاع مع قمة وقمة مع قاع، وعندما يحدث بينهما التداخل سيكون تداخلا هداما، والتراكب كما ترى الآن كأنها تلغي كل واحدة منها الأخرى. تلاحظ هذا الضوء الذي يأتي من الشق الأول وهذا الضوء الذي يأتي من الشق الثاني، عند هذه النقطة ترى أن الضوء الذي يأتي من الشق الثاني يكون في القمة، أما الضوء الذي يأتي من الشق الأول فيكون في القاع. إذن ستلغي كل واحدة منها الأخرى وينتج مكان مظلم. نأخذ سؤال: الهدف من تجربة تداخل الشق المزدوج هو توليد ضوء مترابط من ضوء غير مترابط، هل هذه العبارة صحيحة أم أنها عبارة خاطئة؟ إذن ركز جيدا، تجربة تداخل الشق المزدوج نعم تولد ضوءا مترابطا من ضوء غير مترابط. إذن إذا سألك كيف ننتج ضوء مترابط من ضوء غير مترابط؟ من خلال تجربة تداخل الشق المزدوج. سؤال آخر: تتولد مقدمات موجات الضوء المنتظمة من مصادر النقطية، أشعة الليزر، الإجابتين A و B غير ما ذكر. إذن تتولد مقدمات موجات الضوء المنتظمة اللي هو الضوء المترابط من مصادر النقطية وأشعة الليزر، إذن الإجابتين الأولى والثانية. سؤال آخر: عبارة عن برهان يثبت أن للضوء خصائص موجية، هل هو أهداب التداخل أو الضوء المترابط أم الضوء غير المترابط أم الضوء أحادي اللون؟ ما هو البرهان الذي يثبت أن للضوء خصائص موجية؟ إذن
ذكرنا أن أهداب التداخل هي البرهان الذي يثبت أن للضوء خصائص موجية. فكما يحدث تداخل في موجات الصوت والموجات الميكانيكية بشكل عام، يحدث أيضا تداخل في موجات الضوء. إذن نستطيع أن نقول أن للضوء خصائص موجية. إذن تعلمنا اليوم عن التداخل، وذكرنا الضوء المترابط والضوء غير المترابط والفرق بينهما، وأيضا تحدثنا عن أهداب التداخل والضوء أحادي اللون، وتحدثنا أيضا عن طريقة إنتاج ضوء مترابط من ضوء غير مترابط. هذه مراجع درسنا لهذا اليوم، كتاب الفيزياء للصف الثاني ثانوي. وللتواصل أو المزيد من الدروس، الرجاء زيارة عين بوابة التعليم الوطنية. نراكم بإذن الله في درس قادم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.